ويعمل وهذا اللي بقلي الدردول فتنة ما بين الناس وفتنة ما بين الأهلاوية والزملكاوية ووقيعة ما بين الجماهير. النهاردة أنت لما تعمل اقتراح زي كده وتعرض ناديك للإهانة وتخليه مسخة وأضحوكة، أنت كده حامي نادي الزمالك؟ أنت كده مدافع عن نادي الزمالك؟ أنت كده لسان حال نادي الزمالك؟ لكن على قلبهم زي العسل، وأنا هنا أقصد القلة القذرة على قلبهم زي العسل، زي ما كان الزلمطاحي صفيحة ابن بسيطة على قلبهم زي العسل وهو بيسب كل الناس ويقول لك إيه؟ ويقول لك حمينا. يحامي مين يا ابن النهاردة الجمعة مش عايزين نغلط، بس افتكروا كلامي عشان تعرفوا اني ما قلت لكم في كلمة غلط. قلت لكم هيشحت النادي لعشرين سنة لقدام، قلت لكم كلمة غلط؟ قلت لكم في حياتي كلمة غلط؟ اهو بيشحت بالتيشيرتات اهو بلي الدلدول على الهوا، لاني قلت لكم هذا الزلمطي صفيحة ومجلسه نهبوا النادي، خدوا النادي 20 30 سنة 3 مليار جنيه، دمروا العضويات ودمروا الاخضر واليابس، ولسه في متخلفين مستنين يرجع. لسه في متخلفين مستنين يرجع. لسه في متخلفين مستنين يرجع. لسه في متخلفين يستنين يرجع. وانا قلت لكم الحمد لله احنا قضينا على راس افعى وزلمطحي طردناه، ولكن ما زالت أذنابه وذيوله تملأ الدنيا في قناة الزمالك وفي كل مكان. ناديك يناديك مبادرة المستشار محمد عامر، لا كمال ده ما قلتش كمال درويش، مبادرة المستشار جلال إبراهيم. ناديك يناديك هي مبادرة المستشار جلال إبراهيم وليس محمد عامر وليس أي أحد تاني.